بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم لك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، والخلق خلقك، والعبيد عبيدك. وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله الحي القيوم، وأنت الله لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المستمعين والمشاهدين والحضور، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته بركاته. وإلى لقاء معكم متجدد بإذن الله تعالى، مع القرآن ومع سورة من سور المفصل. وقد وصلنا إلى سورة الهمزة، وقد استمعنا لتلاوتها، والآن نتناول هذه السورة ونتحدث في تفسيرها وما يفتح الله عز وجل علينا فيها. فأقول وبالله التوفيق، إن هذه السورة إحدى سورتين افتتحت بكلمة ويل. الأولى ويل للمطففين، والثانية هذه السورة ويل لكل همزة لمزة. وكلا السورتين تدافع عن الضعفاء، وتدافع عن المؤمنين الذين إذا كال لهم أعداؤهم خسروا الكيل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا ديدنهم في التجارة، في الاقتصاد، في المعاملات، يخسرون غيرهم ويوفون لأنفسهم، سواء كان ذلك كيلاً أو وزناً أو حتى حقاً من حقوقهم البسيطة، فهم يبخسون الناس أشياءهم. وهؤلاء أيضاً لا يتوقفون ولا يقتصرون على ذلك، بل يدخلون أجسادهم وألسنتهم في المس
من غيرهم، فهم الهمزة وهم اللمزة. فما معنى همزة وما معنى لمزة؟ الهمز والهماز والهمزة هو الشخص الذي يتنقص غيره بالفعل، همزه بيده بالإشارة أو برأسه، وغمز بعينه، ولمز بلسانه. فهنالك همز وغمز ولمز، وكلها ممنوع إذا كانت في الباطل، ولا تكون إلا في الباطل. هؤلاء الهمزة اللمزة مجموعة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الله المال فجمعوا المال من حله ومن حرامه. والإنسان بطبيعته يطغى إذا استغنى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيترفع على الناس ويتكبر على الناس، فيهمز هذا في خلقه، عيونه صغيرة، شكله كذا، فإذا به يهمز في خلقته. والهمز في خلقة المخلوق كفر، لأنه تنقص في فعل الله من خلقه. فإذا قبحت وجها أو جسدا فقد قبحت فعل الله جل جلاله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، الذي خلق الإنسان في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبك، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإذا جاء شخص وتنقص من خلقة شخص آخر، سمين قال دبة، نحيف قال عود، قصير قال بعرة، وغير ذلك من الكلمات التي هي لمز ونبز وهمز وغمز، ولا تنابزوا نبز بالألقاب. ويل لكل همزة هماز مشاء بنميم، لمزة يلمزونك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذه الأفعال كلها قبيحة ذميمة لا تليق بأخلاق المسلم. فالمسلم يبصر عيب نفسه قبل أن يبصر عيوب الآخرين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فإذا كان ذلك فقيرا فقد كنت فقيرا قبل أن تستغني، وإن كان ضعيفا فقد كنت ضعيف، وإن كان ذليلا فقد كنت كذلك. ومن عير أخاه بشيء يوشك أن يقع فيه ما عير به غيره. إذن ويل إذا قالها الله جل جلاله في القرآن، فهي تدل على أن الذنب الذي ذكر بعدها كبيرة من كبائر الذنوب. وتعريف الكبيرة أنها التي تصدر بلفظة ويل، ويل لكل أفاك، الإفك الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. ويل للمطففين، التطفيف كبيرة من كبائر الذنوب. ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز كبيرة من كبائر الذنوب. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، السهو عن الصلاة حتى يخرج وقتها كبيرة من كبائر الذنوب.
ويل. ما معنى ويل؟ قيل الويل هو واد في جهنم تستعيذ جهنم بالله منه من شدة حره ونتنه، يتجمع فيه قيح ودم وصديد أهل النار، يتجمع فيه هؤلاء الذين ذكرهم الله بأوصافهم ومن شابههم. ويل لكل همزة. هذه السورة مكية، وهي من السور الأولى نزولا، وقد نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة المرسلات عرفا، ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة العصر، لأن أول الخسارة خسارة الإنسان نفسه. سورة العصر تعلن الخسارة العامة للإنسان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وتواصوا بألسنتهم. فجمعت السورة هذه أن الخسارة لا يخرج منها خارج إلا إذا كان قلبه مؤمن مطمئن بالإيمان، وجوارحه عاملة للصالحات، ولسانه متواص مع المؤمنين بالحق ومتواص معهم بالصبر. لكن إذا كان جسده يهمز به في المؤمنين ولسانه يلمز به، وهو بذلك ينبز ويرتفع وينشز ويفعل ويفعل من الأشياء التي يرتفع بها على المؤمنين ليعلو في الأرض وليفسد في الأرض، فذلك طريق الطغيان. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فإذا علا الإنسان وارتفع بغير حق كان حقا على الله أن يضعه. ولذلك فرعون قال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وبين لنا ربنا جل جلاله أن من أفعال فرعون الهمز واللمز، فقد همز ولمز وغمز في موسى. قال: أمن خير من أم هذا الذي هو مهين؟ هذا همز ولمز وغمز في موسى، مهين ولا يكاد يبين، يتكلم في شخصية موسى وأنه مهين ولا يكاد يبين في لسانه عقدة، فكأنه يقول: لساني أفصح من لسانه، وبدني ربما أنه أقوى من بدنه، وليس الأمر كذلك. إنما هذا همز وغمز ولمز وتنقص من موسى، فلما تنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام كان حقا أن يلعن وأن يكون مصيره أسفل سافلين في نار جهنم. وأنه لما قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، علوا بنفسه، كان حقا على الله أن يجري الأنهار من فوق رأسه، فأغرقه الله وأجرى الأنهار من فوق رأسه. وسبب ذلك كله كبر بداخل قلبه، فاتبع هواه في ذلك فتردى مع المتردين، وأصبح رمزا من رموز الكافرين. ولكل أمة فرعون، فهو فرعون أمة موسى وفرعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو جهل. ويل لكل همزة. هؤلاء الهمزة معروفة أسماؤهم وقت نزول السورة، ومعروفة أوصافهم وأشخاصهم، لكن القرآن لا يهتم بالأشخاص وإنما يهتم بالصفات، لأنه كتاب لا يخص العرب
ولا يخص زمان عن زمان ولا مكان عن مكان، إنما يضع الصفات ليبقى الكتاب ساريا في جميع أجيال البشر حتى تقوم الساعة، ويقيس البشر أفعالهم وصفاتهم عليه، فما وافق أفعال أهل النار كان صاحبه من أهل النار، وما وافق أصحاب أفعال أصحاب أهل الجنة أو أصحاب الجنة كان صاحبه وفاعله من أهل الجنة. ولهذا قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى صفة واتقى صفة وصدق بالحسنى صفة فسنيسره لليسرى في أي زمان كان وفي أي مكان. كذلك هنا يقول: ويل لكل همزة، وهمزة فعلة، وفرق بين الهمزة واللمزة، لأن القرآن لا يكرر شيئا بلا فائدة، فلو كان الهمزة هو اللمزة لكان في التكرار عدم فائدة، لكن الهمزة غير اللمزة. وإن كان بعض العلماء قال الهمز هو اللمز، لكن الصحيح أن الهمز بالفعل واللمز باللسان. هماز مشاء، والمشي حركة، فالهمز حركة، ومنه همز على رجله أو همز بيده أو غمز بعينه، فالغمز خاص بالعين، والهمز قد يكون بالرأس وقد يكون باليد وقد يكون بالرجل وقد يكون بالمنكب وقد يكون بأي جارحة من جوارح الجسد حتى ينتبه الناظرون إلى المهموز فيه فيضحكوا منه أو يسخروا منه، كما يفعل المجرمون مع المؤمنين عبر التاريخ. ويل لكل همزة لمزة. كل همزة وكل لمزة ويل له، فإذا اجتمع الهمز واللمز كان الويل أشد. الهمزة وحده ويل له، واللمزة وحده ويل له، فمن اجتمع فيه الهمز واللمز والغمز والغيبة والنميمة وغير ذلك وجبت له النار. ولما كان أخطر فعل يؤثر في الإنسان هو اللسان، لما كانت أخطر جارحة يحملها الإنسان هي اللسان، كان اللسان أكثر سبب دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس؟ عندما سأله أحد الصحابة قال له: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يحصد صاحبه، يقتل صاحبه. كم من كلمة أسقطت رأس قائلها، وكم من كلمة أوردت قائلها السجن، وكم من كلمة شردت صاحبها، وكم من كلمة أخرجت صاحبها من الإسلام. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بسبب كلمة. إذن الكلمة خطيرة جدا، ومثل كلمة طيبة، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة شجرة طيبة، السامع لها يفرح، والقائل لها يفرح، والملائكة تكتبها وهي تترحم وتدعو لقائلها. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لكن الكلمة الأخرى، الكلمة الخبيثة النابية، كلمة الغيبة أو كلمة النميمة، كلمة الهمز أو اللمز أو التنقص من الآخرين، ومثل كلمة خبيثة
كشجرة خبيث، صاحبها يندم أنه قاله، والمقول له تجرحه ولا ينساها أبد الآبدين. يقول المثل: ضربة السيف تبرأ، لكن الكلمة الجارحة ما ينتهي جرحها، يبقى مدى الزمن. ولذلك من الكلام ما هو أشد من ضرب السيوف. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ما العلاقة بين المال وبين الهمز واللمز؟ المال سر الطغيان. فما هو المال؟ المال مختلف في أصل تعريفه، فقيل المال مشتق من الميل، مال إذا حاد عن الاستقامة، مال ذات اليمين أو مال ذات الشمال، والميل هو الانحراف. طيب، هذا الميل قلبي وليس بدنيا، فالقلب يميل نحو المال، فسمي المال مالا لميل القلب نحوه ولميل النفوس نحو صاحبه. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. الفقير مال الناس عنه وتركوه لوحده، والغني مال الناس إليه وتجمعوا عنده. فإن كان جاهلا لا يعلم شيء، إذا قال وهو غني قالوا صدقت لأنه ذو مال. والفقير وإن كان عالما فاهما، إن قال قالوا كذبت لأنه لا مال له. فالمال يميل بالقلوب إلى أصحابه، فسمي مالا من ميل القلوب إليه وانفضاضها إلى أصحابه. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. إذن المال مختلف فيه على حسب اختلاف الناس. فالمال عند أهل البادية الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ويدل على ذلك الحديث: يوشك أن يكون خير مال مال أحدكم، يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنيمات يتبع بها أودية الأودية والبطون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وأنها خير المال الذي يتموله الرجال في زمن الفتن. فإذا كثرت الفتن فعليكم بالغنم، خير مال الرجل وفيها بركة. فهنا جاء المال بمعنى الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ويدل على ذلك حديث: الرجل الأبرص والأقرع والأعمى، فإن الملك جاء للرجل الأقرع فسأله: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر، وأن يرد الله علي شعري. قال: اللهم رد عليه شعره وارزقه بقرة. فرزقه الله بقرة وولدت وتوالد البقر حتى كثر وملأ الوادي. جاء بعد ذلك إلى الرجل الأبرص، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، وأن يرد الله علي جلدي، يذهب عني هذا البرص. قال: اللهم اشف جلده وارزقه من الإبل. فرزق ناقة وجملا وتوالدا وكثر ماله من الإبل. وجاء للأعمى، قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم،
وأن يرد الله علي بصري. قال اللهم رد عليه بصره وارزقه من الغنم. وبعد السنين وكثرت البقر عند الذي كان أقرع، والإبل عند الذي كان أبرص، والغنم عند الذي كان أعمى، جاء الملك على صورة الأقرع التي كان عليها، جاء إليه قال أنا رجل أقرع وكما تعلمون، فهل لك أن تعطيني من هذا المال بقرة أتزود بها؟ شاهد من الحديث تسمية البقر والإبل والغنم مالا. الرجل طبعا قال هذا مالي ورثته عن أبي عن جدي، وأخذ يكذب. شوف الطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. قال هذا المال ورثته عن أبي عن جدي وليس ولا يمكن أعطيك منه شيء. فقال اللهم إن كان كاذبا فرده كما كان. وخرج الملك، تساقط الشعر من فوق رأسه ومات البقر كله، وعاد أقرع فقير. وجاء للأبرص قال، وجاءه في صورة التي كان عليها أبرص، قال أنا رجل أبرص عابر سبيل وفقير، فهل لك أن تعطيني من هذا المال يعني من الإبل ناقة أتزود بها؟ قال لا، هذا مالي ورثته عن أبي عن جدي، وكيف أعطيك إياه؟ فقال اللهم إن كان كاذبا فرده كما كان. فماتت الإبل وعاد البرص إلى جسده أشد مما كان. ثم ذهب إلى الأعمى الذي كان أعمى وأصبح ذو غنم، وهذا يدل على فضل الغنم. فجاءه على صورته أعمى، قال له يا هذا إني رجل أعمى عابر سبيل وإن عندك غنم، فهل لك أن تعطيني منها شيء؟ فتذكر الأعمى نفسه وحاله التي كان عليها، قال يا هذا ذكرتني بنفسي، والله لقد كنت أعمى وما كنت أملك شيئا، فجاني رجل صالح مبارك فدعا لي فرد الله علي بصري وأعطاني هذا الغنم، والله هذه الغنم والله لا أمنعك منها شيء تريده، خذ منها ما شئت. فمد الملك يديه وقال اللهم إنه قد صدق فبارك له في ماله. من هذه الدعوة تباركت الغنم إلى قيام الساعة، وأصبحت الغنم مبارك. إذا جاءك ضيف خذ تيس واذبح، أما صاحب الإبل إذا جاء ضيف يجيب له دجاج، لأنه كيف يذبح جمل؟ وكذلك صاحب البقر، إلا إبراهيم عليه السلام كان إذا جاء الضيف راغ إلى أهله، فجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال لا تأكلون. الشاهد أن المال عند أهل البادية يطلق على الإبل والبقر والغنم، أما المال عند أهل المدينة أو أهل الفلاحة الزراعة فيطلق على النخل. عند أهل المدينة المنورة يطلق المال على النخل، ويدل على ذلك حديث الرجل الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن من أحب مالي، بعد النزول قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء هذا الصحابي الجليل المبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وكانت بير فيها مزرعة من النخيل قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ماؤها عذبا، فقال هذه أحب مالي إلي وقد جعلتها لله ورسوله. فقال رسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في أهلك وقرابتك. ونزل في ذلك قول الله جل جلاله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هنا عند أهل المدينة وأمثالهم من أهل الزراعة المال يطلق على الزراعة، فأهل المدينة المال عندهم هو النخل، وربما أهل مصر المال عندهم وقتئذ قد يكون القمح، وقد يكون ما تخرج تنبته الأرض، كما قال بنو إسرائيل قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فكل بلد المال هو السائد الذي فيه العيشة. أما أهل مكة فالمال عندهم يطلق على النقود، لأن أهل مكة أصحاب تجارة، فيطلق المال عندهم على الدراهم والدنانير، ومثل ذلك المدن التجارية إذا قيل المال فهي النقود، المدن الزراعية إذا قيل المال فهي الحدائق والمزارع، البادية إذا قيل المال فهي الإبل والبقر والغنم، وإن كان اليوم في عصرنا يقال لذلك الحلال مع أن الجميع حلال بفضل الله، فالنقود حلال والزرع حلال والإبل والبقر والغنم كلها حلال، إلا أنه ساد
تسمية الحلال في هذه البلاد على الإبل والغنم والبقر، وإن كان الإبل هم الذين أو هي التي يطلق عليها هذا الاسم. هذا الكلام في باب المال الذي جمع مالا. طيب إن كان الذي جمع مالا من أهل التجارة، جمع مالا، جمع نقود وأرصدة حتى بلغ رصيده مليار، مليارين، تريليون، تريليونين، يجمع وعدده. إن كان هذا الذي جمع مالا من أهل الزراعة، جمع بساتين، هذا بستان نخل وهذا بستان عنب وهذه بساتين وزراعة. وقد يكون المال عقار أيضا عند أهل العقار، قد يكون جمع عقارات وأراضي إلى آخره. وإن كان من أهل الإبل والبقر، من أهل البادية، جمع مالا، يعني إبلا وبقرا وغنما، وعددها وأصبح يعدها، عسى ما مات شيء، عسى ما نقص شيء، وهكذا. وإن كان النقود يعددها، وإن كانت المزارع يعددها، وإن كانت الأراضي والصكوك يعددها. جمع مالا، ومالا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، وهذه من إعجاز القرآن، لأن المال يزيد ويختلف. الآن سيارات مال ولم تكن موجودة، جمع مالا سيارات، جمع مالا عمولات، جمع مالا أرصدة، جمع مالا صكات، جمع مالا أسهم، إلى آخر ما يتمول، جمع مالا وعدده. طيب جمع المال هل هو محرم؟ لا، جمع المال ليس محرما، وتعداد المال ليس محرما، إذا كان يخرج من المال حقه. إذا كان جمع مالا ثم أخرج زكاته، جمع مالا ثم أنفق منه في سبيل الله، فهذا لا شيء فيه، ولو عدد المال فلا شيء في ذلك. وإن كان بعض المفسرين فسر قول الله عز وجل جمع مالا وعدده أنه جمع المال وعدده، أي نوعه، فلم يبقى شيء مما يتمول إلا وأخذ منه بنصيب. فتجد عنده إبل الحلال، وعنده عقار، وعنده سيارات، وعنده باخرات، وعنده طائرات، وعنده 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 وعنده، فلم يبقى شيء مما يتمول إلا وأخذ منه نصيب. فهذا جمع وعدد، أي نوع المال المتمول، ولا يعلم أنه سيسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جمع مالا وعدده، مع أن الله عز وجل بيّن أن الحياة الدنيا زُيِّنت للناس، فقال تعالى زُيِّن للناس حب الشهوات، وأطلق على المال كله شهوات، فحب المال شهوة. زُيِّن للناس عموما، ذكورا وإناثا، كباراً وصغاراً، زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا جمع مالاً وعدده. طيب هل النساء مال؟ النساء لسن من المال، لكنهن سببا للمال، فمن تزوج فقد أخذ طريق الغنى، لقول الله جل جلاله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالمرأة تأتي الرجل الفقير فإذا به بعد الزواج فتح له باب رزق، لأن الله يجمع رزقها مع رزقه ويضاعف ذلك، فإذا ولدت جمع رزق الولد على رزقهما فيتضاعف، وهكذا. فلو بقي الرجال بلا نساء لافتقر الرجال، ولو بقي النساء بلا رجال لافتقر النساء، فجمع الله بينهما ليغنيهما من فضله. إلا إذا كانت الحياة الزوجية لا تستقيم، فعندئذ يكون في تفرقهما غنى لكل واحد منهما، كما قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الذي جمع مالا وعدده، لا يمكن نقول جمع نساء لأن النساء لسنا مالا. طيب جمع أولادا، لا، الأولاد لسنا من المال. طيب جمع
ذهبا ممكن، فضة ممكن، نقودا ممكن، أراضي ممكن، لأن الإنسان لا يكون مالا لكن هو الذي يحصل المال. ولذلك سيأتينا في تفسير سورة تبت يد أبي لهب قول الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فجعل ماله مستقلا وما كسب الزوج والأولاد أمرا آخر. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب، وهذا ترى في كثير من الناس عندهم نفس الشيء، يتصور أن المال هو سبب الخلود. فالفقير مثلا إذا بلغ 30 سنة 40 سنة شابت لحيته وشاب رأسه وضعف بدنه من الهم. الغني يصل 60-70 سنة وما زال شباب لأنه ما لا يحمل هما. فالضعيف العقل ينظر يقول: هذا الفقير مسكين ما بلغ 40 سنة والشيب من الرأس، اشتعل رأسه شيبا من الهم، وهذا الغني ما زال شعره أسود وما زالت بنيته قوية، فيظن أنه يزيد في العمر وأنه يخلد. وهذا الفهم غير صحيح. لا خلود في الدنيا. أفإن مت فهم الخالدون؟ لا، إنك ميت وإنهم ميتون. ما في خلود في الدنيا، لكن هنالك عمر بعد العمر، وهو الذكر الحسن بعد موت صاحبه. هل المال جمعه وعدم إنفاقه ذكر حسن أو ذكر سيء؟ سيء. سيقول الناس بعد موته بخيل، عياله ما تنفسوا إلا بعد ما مات. يكون واحد منتف، عياله منتفين ولا عندهم شيء، فإذا مات أسبوع الأول الثاني بعد توزيع الميراث ما شاء الله تبارك الله سيارات وعقارات، وإذا بهم يغنيهم الله في لحظة. السبب بخل أبيهم. هل هؤلاء يقول ربي اغفر لي ولوالدي؟ ربما دعوا عليه، الله يحرمه الجنة كما حرمنا النعمة، كان عندها المال. وقصص كثيرة من هذا الباب. لذلك أنفق بلالا ولا تخش من العرش إقلالا، إذا جاءك المال فأنفق في سبيل الله، وخاصة على أهلك، على زوجتك وعلى أولادك، لأنك لا تدري متى تموت. فإذا جمعت المال وحرمتهم منه في حياتك فهو عائد إليهم بعد مماتك، فأنفق منه في سبيل الله عليهم، وقدم لآخرتك منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أحد. كلنا ماله أحب إليه من مال مورثه. قال: مالك ما قدمت، يعني للآخرة تصدقت به، ومال مورثك ما تركت. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، يقول: هذا المال اللي بيخليني حي، هذا المال اللي يخلي لي ذكر، يخلي الناس محترمتني. ربما جاءك الفقراء وتذللوا بين يديك، فإذا لم تعطهم خرجوا ودعوا عليك. رجل فقير كان اعتاد أن يأتي إلى غني، فجاءه المرة الأولى فأعطاه، والمرة الثانية فأعطاه، المرة الثالثة طرده، جاءه وطرده، قال له: روح، كل شوي جاي ما تستحل وجهك، فأخذ يخاصم عليه. المهم أقيمت الصلاة، فذهب هذا الفقير إلى المسجد ودخل وصلى مع الناس، والهم يملأ قلبه، لا يدري أين يذهب. كان هذا يغني يعطيه، والمرة الثالثة منع. فبينما هو في المسجد إذ ألهمه الله عز وجل الدعاء،
فقام فصلى ركعتين ومد يديه قال: اللهم أنت الغني وأنا الفقير، وفلان فقير، اللهم لا تحوجني بعد اليوم لأحد من خلقك، اللهم قد أتيت فلان الغني فطردني وأنا الآن في بيتك، أعوذ بك أن أخرج من بيتك قبل أن تغنيني. بينما هو مد يديه إذ خرج الغني دور عليه، فوجد في المسجد يدعو يبكي، ظن أنه يدعو عليه، فجاء قال: فلان خلاص يا أخي لا تدع علي، والله إن المال الذي عندي بيني وبينك نصفين. فقسم المال بينه وبينه نصفين. من الذي قسم المال؟ الله. الله، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الصحابة الكرام نزل قول الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، صحابة، ولا يسألكم أموالكم، الله جل جلاله، إن يسألكموها فيحفكم، تصلوا للحافة تبخلوا ويخرج أضغانكم، زعل. الإنسان يعطي المرة الأولى، المرة الثانية أقل، المرة الثالثة يمنع، المرة الرابعة يغضب وتصبح عدو له، يحسب أن ماله أخلده. المال شقيق النفس، فكيف يعطيه؟ ولذلك السيادة والقيادة ليست سهلة. إذا رأيتم رجل سيد في قومه فاعلموا أن الله أعطاه مسألتين، أن الله عز وجل أعطاه مسألتان. المسألة الأولى الشجاعة، والمسألة الثانية الكرم. الشجاعة والكرم سر القيادة والسيادة والريادة، ولا يسود رجل إلا بهما، كما قال الشاعر: الجود يفقر والإقدام قتال، ولا يمكن أن يسود الإنسان إلا بالجود والإقدام، الجود كرم والإقدام شجاع. يحسب أن ماله أخلده، إذن يبخل، لأنه لو أعطى لافتقر، ولو افتقر لانتهى كل اللي عنده فيما يتصور، لكن نسي أن العطاء أساسا من الله. والله عز وجل قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب، يحسب أن ماله أخلده، كلا كلا، إذا ذكرت في القرآن فهي تكذيب لما يحتسب، يعني كذب والله، لا يخلد المال أحد. كم دخل الدنيا من الأثرياء أغنياء، أبقي لهم ذكر؟ وكم دخلها من الفقراء والصالحين وما زالت أسماؤهم ترن في الأسماع، وما كانوا يملكون من الدنيا شيء، لكن من ذكر الله ذكره الله وذكر به الله وجعل له لسان صدق في الآخرين إلى قيام الساعة. ومن نسي ذكر الله أنساه الله نفسه وأنسى الناس ذكره ويموت في مزبلة التاريخ. كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن، تعرف النبذ؟ عندما تأخذ علبة قارورة ماء وتشربها، هذه قارورة ماء، لو شربت الماء الذي فيها ماذا تفعل بها؟ تحطها في جيبك؟ ترميها، هذا يسمى نبذ. فنبذناه بالعراء، نبذ، ومنه النبيذ، رمي التمر في الماء والزبيب.
نبذه. إذن النبذ لو كان واحد مثلا عنده شيء وانتهى منه، قشر برتقالة أو قشر موزة، أكل الموزة وماذا يفعل بالقشر؟ يأكله، ينبذه. إذن هذا نبذ، والنبذ قمة الإهانة. إذن هو في الدنيا كان إيش؟ كبير وشخصية والناس حوله من أجل المال، لكن يوم القيامة ينبذ، يرمى في النار. كلا لينبذن في الحطمة. يوم كان يجلس في الدنيا يوسع المجلس، الكرسي كبير ويوسع المجلس، وإذا دخل الناس وقفت، والشيخ والملياردير فلان، والناس يعني عن يمينه وعن شماله وشخصية، لكن يوم القيامة يرمى في جهنم في الحطمة. والحطمة هي التي تحطم عظامه تحطيما، يعني يتحطم كله، كبرياء وتحطم. هناك كان ما يقدر التراب، يمكن ما يحط جبهته في الأرض، يعني إنسان يطغى أن رآه استغنى، يمكن ما يصلي، ولذلك عذابه تحطيم لكبريائه وتحطيم له. لينبذن في الحطمة. كان همزة لمزة، يعني يستصغر غيره، يحطم غيره، لأن هذا تحطيم. أنت عندما واحد تهمز فيه، عندما تهمز أخاك وتقول هذا فيه وهذا وهذا، حطمته، بيمشي من المجلس، يشعر بالتحطيم. فكان الجزاء من جنس العمل، أنت حطمت فلان، ولي من أولياء الله، تكلمت عليه أو غمست أو لهمست، هذا جزاءك، تحطيم في نار جهنم، تتحطم أنت كلك. لينبذن في الحطمة. طيب ما هي الحطمة؟ وما أدراك ما الحطمة؟ الحطمة قيل هي الدرك الرابع من دركات جهنم. جهنم كم درك؟ 7. أول درك جهنم، وثاني درك السعير، وثالث درك لظى، ورابع درك الحطمة، وخامس درك ما هو؟ إلى غير ذلك، حتى يأتي آخرها وهو لظى. لظى هو الأخير، عفوا الويل هو الأخير. لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. النار تقوى على حسب النسبة. عندما يأتي شخص واحد ويوقد نار، هذه النار على قد صاحبها، نار فلان. عندما تأتي قبيلة وتوقد نار، نار بني فلان. عندما تأتي دولة وتوقد نار، نار الدولة الفلانية. هذه النيران الثلاث هل هي متساوية؟ نار الفرد الواحد ضعيف. طيب النار في الدنيا الآن لو أردنا قياسها، النار العادية 150 درجة، النار التي هي أقوى من ذلك اللي هي نار الفرن 1500 درجة، نار المفاعل النووي أقوى لأنها مدمرة مئات ألوف المرات، وهذه كلها نار بشرية، نار من صنع البشر، فكيف بنار تنسب لله عز وجل؟ نار الله. وفرق بين النار الموقدة والنار التي وقودها. أصحاب الأخدود جعلوا أخدودا وأوقدوا النار، تلك النار وقودها حطب، والحطب تأكله النار فيصبح رمادا وتنتهي النار. إبراهيم عليه السلام أوقدوا له النار، وكانت نار قوية جدا، لكن مع ذلك قال الله قلنا يا نار كوني بردا. نار جهنم لا يقال لها كوني بردا. نار جهنم هي نار موقدة بلا وقود قبل الوقود، والوقود يأتيها وهي موقدة فيزيد وقودها،
ولذلك قال وقودها الناس. طيب هي كانت طافية حتى يجوا الناس؟ هي موقدة قبل الناس، فإذا جاء الناس اشتد وقودها لأنها تشتعل فيهم وفي الحجارة. وقودها الناس والحجارة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. خلنا نتكلم عن النار. قوله تعالى الموقدة دلت على أن النار موجودة والآن موقدة، ليست ستوقد يوم القيامة. نار غدائكم غدا موقدة الآن؟ غير موقدة، توقد متى؟ يوم غد، إذا بدأت الحرمة أو القدامة تطبخ أوقدت النار. وإيقاد النار يدل على أمرين عند العرب، إما على الكرم فيوقد النار حتى يراها الناس فيأتون، يقول كما قال موسى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، لأن العرب وحتى الناس جميعا في الليل توقد النار خاصة الكرماء حتى يرى الناس نارهم فيتوجهوا إليها. أما البخلاء من الناس فإنهم لا يوقدون نارا في الليل، وإذا أوقدوها وعلموا أن ضيفا ما أطفأوا النار. قوم إذا نبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، يعني اطفيها، إلى غير ذلك. إذن نار الله عز وجل موقدة يوم القيامة أو موقدة الآن؟ موقدة الآن. والجنة موجودة الآن. الجنة أعدت فعل ماضي، تم إعدادها، الحور العين قد خلقت فيها، وكل ما ذكره الله موجود، الولدان مخلدون فيها، كل شيء فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر موجودة، والنار وما فيها موجودة الآن. طيب أين هي النار الآن؟ أسفل سافلين. أين هي الجنة؟ أعلى عليين. طيب وما بينهما؟ الدنيا، الدنيا بين الجنة والنار، النار أسفل منها والجنة أعلى منها، فمن يعمل من الصالحات يرفع إلى الجنة، ومن يعمل السوء يهبط إلى النار. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين النار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فوق الجنة غير ممنون، والأجر الغير ممنون الجنة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. أوقد الله النار 1000 عام فابيضت، كانت بيضة 1000 سنة، ثم أوقد عليها 1000 عام فاحمرت، صار عمرها كم؟ 2000. ثم أوقد عليها 1000 عام فاسودت. إذن خلق النار، خلق النار وقع في 3 سنوات، في 3000 سنة، وعدت النار في 3000 سنة إعداد، 1000 سنة وبيضت فيها النار بيضاء، ونيراننا كلها بيضاء في الدنيا، و1000 سنة أحمرت صارت حمراء، و1000 سنة سودت من شدة لهبها، فهي الآن سوداء مظلمة. طيب نار الله الموقدة تختلف عن جميع النيران لأن الله عز وجل جعل لها عقل، تتكلم، تفهم، تعلم، تميز، تغضب، كل هذه الصفات في النار، تبصر، النار تشوف، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا غضبانا، هذه من خصائص جهنم. أيضا أعطاها الله عز وجل علم تعلم به مستوى الكفر في قلوب الكفرة، تلقط كل واحد على مستوى كفره وعلى مستوى معصيته، ولذلك قال تطلع على الأفئدة، والاطلاع العلم، يقول لك اطلع في هذا الكتاب شوف ايش اللي فيه،
فيتطلع على أفئدة الناس وتعلم ماذا فيها. حصل ما في الصدور، والنار قد علمت ما في صدور أصحابها. هذا في صدره شرك، جيبوه تأخذه النار وتضعه أسفل سافلين. هذا في صدره بدعة، جيبه. هذا في صدره ذنب، هذا في صدره إلى آخره. فتميز، تكاد تميز من الغيظ، يتمايز بعضها عن بعض من شدة الغيظ والغضب. تطلع على الأفئدة، قيل من الاطلاع وهو العلم، فتطلع على ما في أفئدة الناس، وهذا خطير جدا، ويدل على أن العبرة بما احتواه القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. القلب موضع الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والإيمان من الأمان، فإذا دخل الإيمان في القلوب حصل الأمان من النار، وإذا لم يدخل الإيمان في القلوب فلا أمان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. والظلم في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم بمعنى الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وظلم بمعنى الكفر، والكافرون هم الظالمون. وظلم بمعنى المعصية، هذا الظلم الثالث بمعنى المعصية يحصل من المؤمنين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. طيب، التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. مؤصدة أي مغلقة، ذي عمد ممدد. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. القول الثاني في قوله تعالى تطلع على الأفئدة أنها تأكل لحومهم، ثم تأكل عظامهم، ثم تطلع على الأفئدة فتحرقها، ثم تعود الأجسام والعظام، ثم الأفئدة تعود كما كانت، وتأتي النار مرة أخرى فتأكل اللحم والعظم وتحرق الفؤاد، ثم ينبت الجسد بعد ذلك. وهذا معنى قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي تحرق كل شيء ثم ينبت من جديد. فقوله تطلع على الأفئدة آخر مراحل الحرق، تحرق اللحمة وتحرق العظمة ثم تطلع على الفؤاد ثم ينبت العظم واللحم وهكذا. نعم، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة، وقيل مؤصدة مطبقة، المطبقة التي لا باب لها، والموصدة التي لها باب وقد أغلق، والوصيد الباب. ومنه قول الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي باب الكهف. إنها عليهم مبوبة مغلقة أبوابها، أو إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة، بعدما يدخلها تطبق عليهم تكون كالبيضة فيما بداخلها ليس لها نفوذ، ليس لها فتحة،
أطباق السماء على الأرض، سبع سماوات طباقا أي أطبقت من جميع جهاتها على الأرض. نا عليهم مؤصدة ذي عمد ممددة، في عمد أي مؤصدة في عمد. الأبواب القديمة تعرفونها، تعرفون الباب إذا كان سيغلق يؤتى بعمود أو عمودين ويوضع، فليكون في خشبة هكذا ثم يوضع عمود وعمود، كل ما زادت الأعمدة كل ما زاد الإيصاد الغلق. فجهنم مغلقة بأعمدة قوية جدا، وقيل في عمد ممددة أن هذا نوع من أنواع العذاب، كل واحد من أهل النار يدخل بداخله سلسلة ثم يوضع هو في عمود، يكون داخل العمود محشي، تعرف المحشي؟ عمود محشي بواحد من أهل النار، فهم في أعمدة والأعمدة في النار حتى لا يستطيع يفر لا يمين ولا يسار، يعني ماسورة يدخل فيها، وهذه السلسلة في هذه الماسورة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اسلكوه أدخلوه. فهذه عمود مجوف يدخل الكافر بداخله، وفيه سلسلة بيد الملك من زبانية النار غلاظ شداد، فيمسك 100 واحد 200 ألف واحد بالسلاسل ثم يحرك بهم النار حتى يذوقوا العذاب، فإذا احترقوا وصلت النار إلى أفئدتهم عادت الأجساد من جديد في عمد ممددة. بعد ختام هذه السورة نتحدث في مسألة من المسائل المتعلقة بالعقيدة في باب النار. اختلف العلماء في النار سابقا، أتفنى أو لا تفنى، فقال بعضهم إن النار تفنى وتنتهي ويفنى من فيها، واستدلوا بقول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، قالوا أحقابا جمع حقب وحقب وتدل على عدد من الزمن، يلبثوا في النار إما أن ينتهوا وإما أن يخرجوا منها إلى الجنة. واستدلوا بقول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، والسماوات والأرض غير دائمتين، فمدة دوامهما هي مدة الدنيا، أي ماكثين فيها مدة قيام الدنيا منذ أن شاء الله إلى قيام الساعة، يعذبون على قدر عمر الدنيا ثم تنتهي النار. هذا الفهم ذهب إليه بعض العلماء، وكان من بينهم شيخ سامي تيمية رحمه الله وبعض العلماء، لكن رجعوا عنه وتبين أنها تنقسم إلى قسمين: نار لا يخلد أهلها فيها وأهلها لابثون في أحقابا ويخرجون منها وهم أصحاب مثقال الذر من التوحيد، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، من علم أن الله عز وجل موجود وواحد لا يخلد في النار لا شريك له، يعذب ثم يخرج بعد عذاب بسبب التوحيد الذي في قلبه، لكن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة وهو في النار خالدا مخلدا فيها. فأصبح الحكم كالتالي: يقال إن العصاة من المؤمنين يدخلون النار ولا يخلدون فيها وهم لابثون فيها أحقابا أو سنين أو أياما على حسب حكم الله عز وجل عليه، أما أهل الشرك
والكفر بالله، فإنهم خالدون في النار مخلدون فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والنار دائمة كدوام الجنة، هذه دليل غضبه وقوته جل جلاله، وهذه الأخرى دليل رحمته. والله عز وجل قد قسم الناس إلى قسمين يوم خلق آدم، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعلى ذلك لو أتى شخص بشبهة وأنهم لابثون فيها أحقابا، هذا الفهم كان عند اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. قل أتخذتم عند الله عهد أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحاطت به خطيئته فلم توجد له حسنة، هذا خالد مخلد في النار. ولا حسنة إلا بعد التوحيد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن النار تنقسم إلى قسمين، قسم أهله خالدون مخلدون موصدة عليهم النار، وقسم أهلها يخرجون منها وهم من في قلبهم شيء من الإيمان. أما الجنة فخالدة مخلدة وأهلها خالدون مخلدون فيها. طيب يأتي واحد بشبهة يقول طيب كيف يعمل معصية في زمن محدد ثم يعذبون بزمن غير محدد، وكيف يعملون طاعة في زمن محدد ثم ينعمون في زمن غير محدد؟ فيقال لهم إن الله عز وجل قد بين أن هذا الطريق نهاية عذاب لا حد له، وهذا الطريق نهاية نعيم لا حد له، والإنسان مخير، لم يجبر على معصية ولم يجبر على طاعة، فإن اختار هذا الطريق أعين عليه، وإن اختار هذا الطريق أعين عليه، ولا يلومن أحد إلا نفسه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، طريق الموصل للجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، طريق الموصل للنار، وهي أعمالكم يحصيها الله عز وجل لكم ثم يوفيكم إياها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومع ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة مثقال ذرة من الخير لا يتركها الله ذرة، بل يضاعفها أضعافا مضاعفة حتى تكون الذرة كالجبل يوم القيامة، وهذا من فضل الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسن، إن تك هذه الذرة حسن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولا يستمر الأمر على عشرة بل تزيد وتزيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالسفيه والمفلس من غلبت آحاده عشراته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت،
فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على الإسلام والإيمان والإحسان، وأمتنا على الإسلام والإيمان والإحسان، واجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم انصر بنا دينك، وانصرنا بدينك، وأعلي بنا كلمتك، وأعلنا بكلمتك، ووفقنا لمرضاتك، وزدنا من فضلك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك، وضع لنا القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها لنا وأنت خير الغافرين، وتعلم حوائجنا فاقضها لنا وأنت على كل شيء قدير، وتعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، جهلة فعلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر كيد أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا باخرة إلا أغرقتها، ولا بارجة إلا فجرتها، ولا دبابة إلا فجرتها. اللهم إنا نسألك أن تسلط بعضهم على بعض. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم احفظ المسلمين في برهم وبحرهم وجوهم. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. حببهم إلى رعاياهم، حبب رعاياهم إليهم، وألِّه بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم نصراً مؤزراً عاجلاً للإسلام والمسلمين. اللهم يا من نصرت المسلمين يوم بدر، انصرهم في كل زمان وفي كل مكان. اللهم انصرهم في كل زمان وكل مكان. اللهم إنا نسألك أن ترحم المستضعفين من المسلمين المشردين من بيوتهم. اللهم ارحم اليتامى والأيامى والثكالى يا ذا الجلال والإكرام، والفقراء والمساكين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رد المسجد الأقصى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، اللهم رده ردا جميلا إلينا يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود الغاصبين
والنصارى المعتدين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وسائر بلدان المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجعل لنا من كل خير أوفره وأعظمه وأيسره. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.